يلا يلا مش مشكلة. ما انتوا لو تسمعوا كلامي ونبيع كل أسرار مازو الوسيم هيرجع لنا زي الجزمة. شش الهش ليه كده؟ ده اللي اختشوا ماتوا، يعني هو عمل فينا كده فاحنا خناه، فعشان نرجع له نخونه تاني؟ ده احنا مش بني أدمين بقى. والله مازو ده المفروض كان يضربنا بالجزمة قبل ما يدينا بالنار في دماغنا على اللي احنا عملناه. أنا من رأيي الحل الوحيد نحاول نرجع تاني لمستر زلومة. لا زلومة ولا مازو، خلاص الاتنين ما عادش يجي منهم. طب وبعدين؟ يعني هما هيفضلوا يلعبوا كده لوحديهم واحنا بقى نفضل قاعدين على الدكة ولا نلعب ماتش اعتزال؟ لا احنا هنعمل فريق لوحدنا. ازاي؟ طب مازو ووسيم بيلعبوا اللعبة ومعاهم تليفوناتها، احنا بقى هنلعب على ايه؟ ما احنا هنلعب على مازو. لا لا معلش، عشان انا بسرفل منك مش فاهم، يعني احنا لما نكسب يا شوشت مين اللي هيدينا الفلوس؟ ده على اساس ان هو لما بيكسب بتاخد منه فلوس. يا راجل حرام عليك، ده البت لما اتولدت وبعت لك هديتها خلت دفع عند الاستلام وانت اللي دفعت حقها. انت ايه اللي مقعدك مع الرجاله؟ خدش جوه اكتمي. فهمينا اكتر يا ماما، احنا هنعمل ازاي هنلعب على مازو؟ احنا يا حبيبتي هنلعب عشان نخسر مازو، هنخليه يبوس ايدينا عشان نرجع نلعب معاه تاني. وانا اي حاجه تنكد على مازو وتجيب حق ساعدوني انا معاكم فيها. انا مش قلت لك خش جوه بيت اللي معادك مع الرجاله؟ ساعدوني. خلاص يا رجاله، من النهارده مبدانا اخفيها عشان انا فيها.